السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن التصعيد العسكري بين ميليشيات الحوثي والتحالف السعودي الاماراتي. اعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض واسقاط طائرات اطلقتها الميليشيا باتجاه منطقه عسير جنوبي السعوديه، وذلك عقب ساعات من اعلان اسقاط طائره مسيره مفخخه تجاه مدينة خميس مشيط. وأضاف أن عدد الطائرات المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو السعودية وصل إلى 357 طائرة. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي في صنعاء. إذن نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب التصعيد بين ميليشيا الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي، وهل تلاشت أهداف عاصفة الحزم، وهل باتت غاية التصعيد للسعودية مجرد رد على هجمات الحوثي لا غير. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. عودة جديدة للتصعيد بعد تصريحات إيجابية حول مستقبل السلام في اليمن، فقد شهدت صنعاء منذ فجر الثلاثاء تحليقا مكثفا للطائرات السعودية مصحوبا بضربات جوية على عدة مواقع عسكرية معظمها في جنوب العاصمة. ست غارات جوية على الأقل استهدفت مواقع متفرقة في صنعاء، من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة ومحيطها وجبل عطان، وصاعدت على إثرها أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن. الإعلام السعودي أفاد بأن الغارات استهدفت كالعادة مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات التابعة لميليشيا الحوثي في المناطق المستهدفة. غارات تأتي بعد يوم واحد على تنفيذ الحوثيين عدة هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة. يقول الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن التحالف اعترض وأسقط عددا منها في منطقة خميس مشيط في وقت كانت تستهدف فيه أعيانا مدنية، فيما كان الحوثيون وفقا للمالكي قد نفذوا في 13 من الشهر الجاري هجوما على الأعيان المدنية في مدينة نجران بواسطة صاروخ باليستي، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن إجمالي ما تم إسقاطه وتدميره من الطائرات المسيرة فوق الأجواء السعودية حتى الآن 357 طائرة بدون طيار. وتوعد العقيد المالكي بأن قوات التحالف ستتخذ وستنفذ ما وصفها بالإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثيين حماية للمدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية على حد تعبيره. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أفاد من جهته أن الطيران المسير استهدف مساء الاثنين مرابط الطائرات ومخازن التسليح وأهدافا عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط، لافتا إلى أن العملية نفذت بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع كي 2، متوعدا باستمرار هذه الهجمات. الموجة الأحدث من التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين تلقي بالمزيد من الظلال القاتمة على مستقبل السلام في اليمن، خصوصا وأن هذا التصعيد يتركز في إطار الإجراءات الانتقامية البينية العابرة للحدود والمنفصلة تماما عن سياق المعركة التي تبرر التدخل العسكري السعودي في الساحة اليمنية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي معنا من القاهرة المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، وضيفنا أيضا من مدينة أبها السعودية معنا المحلل السياسي أيضا سلمان عسكر. إذن مرحبا بكم ضيفي، وأبدأ مع السيد سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. يعني نتساءل بعد الضربات التي أجراها التحالف على صنعاء، ما هي الأهداف من ضرب صنعاء تحديدا، وما الذي تحقق من وراء هذه الغارات؟ بداية أحييك عزيزي، أحيي ضيفك من القاهرة، أحيي السادة المشاهدين. أهلا بك. قبل أن أبدأ على الإجابة على هذا السؤال، أود أن أعرج على نقطة هامة جدا وأوضحها لك وللسادة المشاهدين. نعم. أن التحالف العربي يعني يسير وفق خطوات وقوانين يحترم فيها الإنسانية قبل أي شيء. ليس من الصعب يعني على التحالف أن ينهي هذا التمرد الحوثي خلال سويعات قليلة، ولكن كما أشار سمو ولي العهد في لقاء سابق عبر قناة العربية بأن احترام حقوق الإنسان هي أهم شيء في المعركة.
التحالف يتجنب إصابة الأهداف المدنية. كما تعلم بأن الحوثيين منذ العام، منذ أواخر أو منتصف العام 2017 تحديدا، قاموا بنقل الأسلحة والمتفجرات وكل ما يستخدم من تصنيع لهذه الصواريخ ووضعها في مواقع وأحياء مدنية داخل العاصمة صنعاء، أي بمعنى أنه تم نقلها من جبل عطان إلى مواقع بين المدنيين. لكن أتريد أن أوضح لك حول الاستهدافات الجديدة، وقد تقصد تحديدا لماذا لم يتم استهدافها من قبل. أنا أوضح لك، هناك معلومات تتوفر لدى التحالف بمواقع معينة، يحاول التحالف قدر المستطاع عدم استهداف هذه المواقع لوجود أطفال فيها. الحوثيون يا سيدي استخدموا أو يعني بصراحة موضعوا في مواقع جعلوا من الأطفال سدا منيعا، لأنهم يعلمون أن التحالف العربي لا يستهدف مواقع بها أطفال أو سكان مدنيين. يا سيد سلمان، القوائم كبيرة، يعني كيف لا يستهدف أطفال؟ يعني وهناك يعني لو راجعنا السابق، يعني ما يذهبون أو ما ضحايا المدنيين أكثر بكثير من استهداف المقاتلين أو قاذات الحوثي. يعني الأمر بات معروف لدى الجميع، يعني لا يعني شيء لا يمكن تغطيته، يعني شيء واضح. طيب اسمح لي أنا أوضح هذه النقطة وتعطيني الوقت يا سيدي، أنت تريد إجابة صريحة واضحة. نعم تفضل. عندما يستهدف التحالف مواقع فإنها تكون مواقع واضحة وصريحة ومستهدفة للتحالف، وأصبحت أهداف يعني بصراحة مسموح ضربها. التحالف يقوم بالإنذار ترى مستقل، ولكن يجب أن نعلم وأن يعلم المجتمع الدولي بأن الحوثيين يتعاملون بخبث إيران. وهنا أوضح لك أكثر، عندما يتم استهداف التحالف لموقع معين يقوم الحوثيين بوضع أطفال في هذه المواقع. أما جثة سابقة وأما التعمد في وضع أطفال قبل القصف من أجل قصفهم. يا أخي نحن نكرر هذا الخطأ الذي للأسف أن المجتمع الدولي. طيب يا سيد سلمان، سيد سلمان، نعم. يعني الحوثي لا يعني لا يتم حصره فقط على صنعاء، الحوثي متواجد في كل مكان، الحوثي موجود على الحدود، الحوثي موجود في صعدة، الحوثي يمتلك أسلحة ومخازن في كل مكان وقريبة من الحدود. لماذا صنعاء على وجه التحديد وإرعاب الآمنين وسكان هذه المدينة؟ لا، الأهداف التحالف المشروعة في مواقع متفرقة تشمل ما تشمل صنعاء. يا سيدي مشروعة منذ 5 أعوام والقصف مستمر على هذه المدينة ولم تنتهي الأهداف المشروعة. سيد سلمان، مستهدف التحالف، ولذا نجد أن الحوثيين يغيرون المواقع من موقع لآخر إلى في صعدة، ليست الضربات في صنعاء. ومن يقول يا سيدي أنا أشرت لك في بداية الحوار، لو كان التحالف يريد أن ينهي المعركة لأنهاها في سويعات، ولكن احتراما للقوانين الدولية والإنسانية، أنت اسأل الحوثيين أين يضعون أسلحتهم الآن. يا أخي موجودة في شارع صنعاء والستين والسبعين، بواقع داخل الأحياء المدنية في صنعاء. وكما قلت يعني التحالف يعني حريص على القوانين والمواثيق، وبالتالي يبدو أن الحرب ستنتهي بعد 10 أعوام يعني على هذا الحال. إذن ابقى معي سيد سلمان، سأعود إليك وسنتحدث كثيرا، ولكن دعني أرحب بضيفي من القاهرة المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي مساء الخير. يا مساء النور أخي. أهلا بك سيد عبد الهادي، يعني كيف تابعت التصعيد الأخير وقصف التحالف مجددا على صنعاء، والميليشيا يعني ما زالت يعني تقصف السعودية بين فترة وأخرى، ويعني تستهدف في بعض الأحيان أهداف استراتيجية؟ أعتقد أن الحوثيين بدرجة أساسية سوف يستمرون في استهداف المملكة العربية السعودية، وسوف تزداد هذه الهجمات في الأسابيع القادمة ربما أكثر، لأن ما كان يبدو أنه أوهم نوعا من الحوار القائم أو بعض التقريب في وجهات النظر التي كان الحوثيين يأملون أن يحققوا تقدما فيها، بالذات بعد أن كانوا قد تقدموا على الجوف وحصل تراجع وحصلت تراجعات في نهم، وكان حائط الصد الذي أقيم خارج مارب قويا
عاد الحوثيين الذين كانوا يعتقدون أن تمددهم على الأرض باتجاه مارب سوف يعطيهم أفضلية تفاوضية، وبالتالي عادوا لممارسة الضغط على المملكة وبقوة، وقد يصعدون بالذات باتجاه أهداف نفطية أو بعض الموانئ أو بعض المطارات خصوصا في الخميس والمناطق الجنوبية من المملكة. سوف يكون هنالك قصف إذا لم يجب استهداف الرياض نفسها. لديهم ترسانة كبيرة من الصواريخ التي تم تهريبها مع الأسف الشديد عبر الحديدة، ولديهم عدد كبير من الطائرات المسيرة التي يتخذون من أكثر من منطقة من المحافظات الشمالية سواء من صنعاء أو عمران أو صعدة أو حتى حق مناطق لإطلاقها بدرجة أساسية، وهم أيضا يستخدمون ميليشيات، وهذا ما يقلق أمام المجتمع الدولي فيما يخص استهدافات التحالف لبعض المناطق. التحالف لديه معلومات استخباراتية عن بعض مناطق تخزين الصواريخ البالستية وبعض الطائرات المسيرة ويحاول استهدافها. أحيانا ما تحصل نوعا من الخطأ في المعلومات، وأعتقد أن على التحالف إعادة مراجعة مصادر معلوماته، ويبدو أن الحوثيين قد اخترقوا هذه المصادر وأصبحوا يزودون التحالف بمعلومات خاطئة تؤدي إلى استهداف لبعض المناطق المدنية، وهي نوع من مسألة ممارسة الضغط وتأليب المجتمع الدولي وخلق نوعا من الضجيج الدولي والضغط. لكن يبدو أن إيران تدفع الحوثيين لاستهداف أرامكو بدرجة أساسية من أجل تخفيف ضغوط الحصار الأمريكي عليها والسماح لها ببيع النفط إذا حصل نوعا من التراجع في أسعار الأسهم وفي إنتاج المملكة تحديدا عبر استهداف شركة أرامكو. أعتقد أن الفترة القادمة قد تكون ممارسة ضغوط كبيرة بهذا الاتجاه من قبل الحوثيين. هناك ضغطا بهذا الجانب، وكلما بدأت الشرعية تتثبت أكثر وتصبح أكثر قوة وصلابة بالذات في مناطق المواجهات، كلما بدأه هم ينقلون المعركة باتجاه المملكة، هم يحاولون كسب الرأي العام. طيب سيد عبد الهادي، يعني كان هناك حديث في بداية الأسبوع كان هناك حديث عن يعني كما قيل أنها أو أن هناك تواصل ما بين الحوثيين والسعودية والتمهيد لحوار أو مفاوضات. اليوم يعودون بتصعيد من الطرفين، يعني ما هي الأسباب برأيك؟ فشل هذه التواصلات، وهي ليست تواصلات مباشرة وإنما تواصلات عبر أطراف دولية يلعب البريطانيين فيها دور، وتلعب بعض البلدان العربية دورا في هذه التواصلات، لكنها ليست مباشرة مع المملكة وإنما عبر وسطاء دوليين. وكلما انهارت هذه التواصلات يتصلب الحوثيون أكثر ويعتقدون أنهم باستهداف المملكة سوف يحسن هذا من وضعهم التفاوضي ويرصدون أي أخطاء. لديهم منظومة كبيرة، وهذا ما أخطأ فيه التحالف العربي والشرعية بشكل عام، لم يهتموا بالملف الإنساني والملف الحقوقي، مما ترك هذا الملف بيد الحوثيين، فهم يستغلون أي جريمة مقاتليهم كلهم صغار السن أولا، وأيضا يرتدون أزياء مدنية، وبالتالي كلما استهدفوا يظهر هؤلاء على أنهم مدنيون الذين جرى استهدافهم، وبالتالي هذا أيضا يعكس ما مدى الضعف الاستخباراتي لدى الإخوة في التحالف العربي أو في الحكومة الشرعية. وهذا جزء من مناطق الضعف التي يجب أن تعالج، وهناك ضعف أو اختراق في الجانب الاستخباراتي، وهناك تهريبا مستمرا للصواريخ بالذات الصواريخ الإيرانية وللطائرات المسيرة، التي يبدو أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحوثيين كمنطقة أو كمنصة لتجريب هذه الأسلحة، لأن بعضها بالذات فيما يخص الطائرات المسيرة جديدة. وهذه المنطقة أشبه بمنطقة تجريب، وبالتالي تستهدف المناطق السعودية نظرا لوجود مجموعة من المنظومات الدفاعية يستغلها الإيرانيين لاختبار مدى كفاءة هذه الدفاعات أمام ما ينتجونه من أسلحة جديدة، إذ لا يمكن اختبارها في مناطق أخرى أو لا يمتلكونهم أو حلفائهم الآخرين أي من الأسلحة، خصوصا الأسلحة الغربية بالذات الأمريكية والبريطانية التي ربما تتفرد في امتلاكها المملكة.
وهذه المنظومات لا تصل إلى إيران، وبالتالي يستغلونها أشبه بحقل تجارب والضحايا من المنطقة هذه. طيب. مثلاً هم الإيرانيين. ابقى معي سيد عبد الهادي، سأعود إليك. أذهب لضيفي مرة أخرى سيد سلمان عسكرياني. سيد سلمان، حدثتني في بداية الحديث بأن هناك استراتيجية يعمل عليها التحالف وهي بعيدة المدى يعني في إدارة هذه الحرب، ونتساءل هنا لماذا يأتي قصف التحالف على صنعاء أو أي مناطق تابعة للحوثي إلا كرد لقصف الحوثي عندما يستهدف مدن سعودية؟ بمعنى صنعاء طول الفترة الماضية لم تقصف، وإنما عندما قصف الحوثي بطائرات مسيرة بعض المدن السعودية أتت ضرب على صنعاء. أين الاستراتيجية في الأمر؟ أولا أصحح لك، ليست صنعاء المستحيل، هناك ضربات للتحالف تتم على الحديدة، هناك ضربات للتحالف تتم على صعدة، وهذه المواقع كما أشرت لك هي أهداف واضحة وصريحة للتحالف. نعم. وسبق أن أنذر وحذر التحالف من خلال إسقاط نشرات لأن هذه المواقع هي مواقع استهداف، بمعنى أن هناك تدريبات حوثية وأسلحة وصواريخ مخزنة استخدمت في بعض المدارس وفي بعض المستشفيات وفي مواقع الأخرى داخل الأحياء المدنية. هذا جانب. الجانب الأهم من هذا والذي للأسف يعني همش أو لم ينظر له بالطريقة الصحيحة أو الطريقة الواضحة، هو أن المملكة العربية السعودية استهدفت بقرابة 600 أو 700 صاروخ وطائرة مسيرة ومواقع مدنية. أنا الآن أحدثك بمنطقة عسير من مدينة أبها التي كانت هدفا البارح للطائرات الحوثية. يا أخي المستهدف هو أحياء مدنية وأذكرها لك بالاسم، الواديين، المنسك، حدود أبها الشمالية، مطار أبها المدني. يعني بصراحة ليس هناك يعني مواقع استراتيجية عسكرية كما يدعي الحوثيين. القاعدة العسكرية في موقع آخر بعيد لم تستهدف، أيضا مواقع أخرى لم تستهدف. لماذا المدنيين؟ إذا المستهدفين في الداخل المدني في الداخل اليمني وفي الخارج اليمني في المملكة العربية السعودية هي أعيان مدنية. يا أخي استهدافاتهم لا نريد أن نذكرها لأنها ستأخذ مساحة طويلة، بدءا من مكة المكرمة ثم المطارات المدنية ثم مواقع المستشفيات كما استهدف مستشفى جازان ثم الأحياء المدنية. ليس هناك هدف استراتيجي عسكري كما يدعي الحوثيين ويكذبون على الناس. نعم، إذا وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر سيد سلمان عسكر، محلل سياسي سعودي، كنت معنا من مدينة أبها، شكرا لك. وأرحب بضيفي من بيروت، سينضم إلينا طالب الحسني، صحفي ومحلل سياسي. سيد طالب، مساء الخير. نعم، إذن يبدو أن طالب لم يجهز بعد، سيتم معاودة الاتصال به لاحقا. وأعود إلى ضيفي المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. يعني سيد عبد الهادي، هل ثمة علاقة بين تصعيد المتبادل ومحاولة صرف الأنظار عن الغضب الشعبي المتصاعد ضد الخمس الذي أعلنه الحوثيين؟ بالتأكيد هذه المسألة مترابطة جدا. يحاول الحوثي أن يظهر أنه يقود حربا وطنية ضد الإخوة في المملكة العربية السعودية بدرجة أساسية، وبالتالي هذا العمل يعمل على تعظيم تواجده ويحاول أن يذر الرماد في العيون مقابل ما يفرضه من سلطة الأمر الواقع وما يقوم به من مصادرات، ويحاول امتصاص الضجيج الداخلي عن طريق أننا أمام حرب وطنية في مقابل المملكة، في حين حقيقة الأمر غير ذلك. الحوثيين يعانوا كلما عانوا ضغطا وضعفا في الداخل يركزون هجماتهم باتجاه المملكة، وهذه من المؤشرات المهمة التي يجب أن تأخذها الحكومة الشرعية والتحالف بعين الاعتبار. هم سوف يلجؤون إلى القصف في أي مكان وفي كل مكان وبكل ما أوتوا من قوة بهدف إحداث ضجيج كبير وبهدف ممارسة ضغطا شعبيا بالذات على المملكة من أجل تخفيف الضغط عليهم. هذه مسألة أساسية، ولكي يظهروا أمام الداخل أنهم لا زالوا أقوياء ويدهم طولة ويغطون على ما يرتكبونه من انتهاكات ومصادرات ويحاولون إظهار التحالف أنه فشل.
نعم، ولكن سيد عبد الهادي هناك أهداف معروفة وواضحة للتحالف منذ أن أعلن التدخل في اليمن وأعلن عاصفة الحزم، يعني هل تلاشت كل الأهداف وبات الأمر مجرد ردة فعل فقط كلما قصف الحوثي مدينة سعودية أتى الرد على صنعاء ومناطق أخرى؟ المشكلة أن التحالف لديه ضعف كبير في المعلومات والبيانات التي تصل من مناطق الحوثيين، هناك ضعف استخباراتي كبير. يعني 5 سنوات لم يعالج هذا الضعف سيد عبد الهادي؟ الحوثيين قاموا بتوزيع مخازن الأسلحة إلى آلاف المخازن، وعملوا على توزيعها على شكل قطع صغيرة إلى درجة أنه يتم تفكيك مثلا مدافع الكاتيوشا الكبيرة من المدافع من المدفعية الصاروخية لتفكيكها على سيارات بعدد زوجي أو لا يتجاوز 4 ماسورات بدلا من ما تكون من 16 إلى 20، ويتم توزيعها إلى وصل إلى هذا المستوى. أيضا يتم استهداف بعض الورش التي أوجدها الحوثيين بين فينة وأخرى، يقومون بإعادة ترميم كل ما يتم ضربه. لديهم مجموعة كبيرة من الخبراء ولديهم عددا كبيرا من الورش الموزعة في أغلب المناطق والمدن ومناطق التمركزات العسكرية لهم، والتي دائما ما تكون أشبه بورشات متنقلة. على التحالف أن يدرك أنه يتواجه مع ميليشيات وليس مع جيش نظامي، ميليشيات متوزعة بشكل خلايا ومجموعات، لدى البعض منها بالذات لديها قدرة صاروخية موزعة بشكل كيتونات صغيرة جدا، ويتم نقلها. وكلما جرى أو كلما سربت معلومات أو توصل التحالف إلى معلومات، يكون الحوثيين قد غيروا مسألة التخزين والمناطق، وهذا الذي يؤدي إلى تجدد الأهداف وتنوعها بشكل مستمر. وهذا يقتضي أن يعالج التحالف مشكلة المعلومات الاستخباراتية ودقتها وسرعة نقلها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك سيد عبد الهادي العزعزي محلل سياسي يمني، كنت معنا من القاهرة. وأرحب بضيفي مجددا، سينضم إلينا المحلل السياسي من بيروت طالب الحسني. سيد طالب مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيد طالب. نتحدث اليوم عن التصعيد المتبادل ما بين ميليشيات الحوثي والسعودية، يعني التصعيد كيف يفهم بعد اشهر من توقف الحرب؟ بكل تأكيد ليس موضوع، هو عندكم موضوع تصعيد، ولكن هو عندنا هو استمرار عدوان على اليمن. لم تهدأ السعودية حتى تعاود الغارات والقصف ثم نقول تصعيد. صحيح يعني انه كان هناك نوعا ما من يعني خفوت في الغارات، ولكن حقيقه الحرب مستمره. ليس هناك عوده للحرب، وليس هناك شيء يمكن ان يكون عباره عن تصعيد. انما امس ارتكبت السعوديه مجزره في منطقه شده، وأنا كنت أستمع إلى ضيوفك يعني العزعزي، لا أدري كيف يبرر مسألة استهداف مسافرين على الخط العام. لا يمكن أن يكون هناك مسلحين يعني يستقلون سيارة 13 شخص. لا يمكن أن يكون الجيش أو الجنة الشعبية في منطقة حدودية مقاربة لمنطقة اشتباك ودائما تتعرض للقصف، يصعدون على متن سيارة واحدة بهذا العدد، حتى نقول هؤلاء كانوا أيضا عسكريين كما يقول العزعزي. وأنا أستغرب هذا الإسفاف في موضوع تبرير لقتل المدنيين، بين هؤلاء أطفال وبينهم نساء، ولعل المشاهد كانت واضحة وعرضت يعني إن كان تبرير. دعنا من هذه النقطة ودعنا نتحدث في السياق العام. نعم، وبالتالي لا، وبالتالي بعد هذه الغارة كان هناك استهداف لخميس مشيد، أيضا العسكر يقول أنه استهداف لمناطق مدنية. طيب سيد طالب، الحرب لم تنتهي، وكما قلت بأن العدوان ما زال مستمر، ولكن هناك فترة تعرفها أنت جيدا، توقف القصف على المدن السعودية، وتوقف أيضا قصف التحالف على صنعاء والكثير من المناطق، ثم عاود الأمر مجددا. يعني الحرب بالفعل لم تنتهي، ولكن كان هناك هدوء نوعا ما من الطرفين. سأقول لك نعم، لماذا هذا الهدوء؟ فعلا هناك هدوء متبادل، وهذه معادلة تفرض عسكريا، مقابل أن السعودية تتوقف عن إسناد أدواتها في الداخل، هناك توقف
بالاستهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وعندما تستهدف السعودية تستهدف الأحياء المدنية لأنه ليس هناك أي مكتب. ولم نرى من السعودية أنها طورت منطقة مدنية قصفت أو مدني قتل، يعني هذا واضح. وأنا أتحدى السعودية وضيفك أستاذ العسكر أن يصور لنا منطقة بيت منزل مدرسة قصفت بطائرات مسيرة أو صواريخ بالستية. يعني نكون واضحين، عندما تهدأ السعودية في استهداف اليمن سيكون هناك تهدئة مقابلة، وهذا ما تعرفه السعودية حتى في الحدود. على سبيل المثال حاليا السعودية ترحل معسكرات ومن الحدود وهي تريد تهدئة في الحدود للهجمات الميدانية البرية. اليمن مستعد أن يهدئ عندما تهدئ السعودية، لأن اليمن يواجه حرب مفروضة عليه ولا يعتدي. عندما السعودية توقف من هجماتها سيكون هناك إيقاف الهجمات بكل تأكيد. اليمن يستفيد من أن السعودية تهدئ. على سبيل المثال عندما تكون هناك مواجهات في نار، حاليا تحصل مواجهات، السعودية في كثير من الحالات تغطي هذه المواجهات، ثم يأتي استهداف السعودية، وأحيانا هذا الاستهداف لا يعلن تماما، لا يتم إعلان عنه، ولكن هناك استهداف حقيقي للسعودية عندما تساند أدواتها في الداخل بالغارة. لا تكتب في النهاية، هي ربما يكون هناك. طيب سيد طالب، يعني هل باتت الحرب من كلا الطرفين يعني تحركها المصلحة فقط عندما يكون هناك أهداف محددة يتم القصف، وعندما يعني تكون الأمور بعيدة عن أي أهداف أو حسابات تكون الحرب متوقفة ولا يوجد فعل وردة فعل، وبالتالي سيستمر الوضع على هذا الأساس؟ المعادلة هي كالتالي، المعادلة العسكرية الموجودة حاليا أن اليمن تفرض على الحرب داخلية خارجية لتعزيز حرب داخلية يقوم بها أدواته. عندما تهدئ السعودية من مصلحة اليمن أن يكون هناك تصفية للجبهات الداخلية ومكاسب عسكرية في الداخل، هذا طبيعي في الحروب العسكرية. عندما تصعد السعودية سيكون هناك استهداف للسعودية. والحقيقة يعني السعودية لم تعد في هذه الحرب تخوض حرب استراتيجية، باتت فقط حربها عملية إيذاء، عملية محاولة إسناد لتحركات يعني الأدوات في الداخل فقط. يعني ليست العملية العسكرية التي تقوم بها السعودية أو الغارات في إطار حرب استراتيجية من أجل الوصول إلى مكاسب معينة، هذا لم يعد موجود. نعم، إذن وضحت الصورة. وجود عملية إيذاء لليمن فقط وعملية محاولة إسناد لتحركات الأدوات. وضحت الصورة. المشكلة عند السعودية المدنية. نعم، إذا أشكرك سيد طالب الحسني، وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل لختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.